هشام، هشام داخل العمق عند بدبوز، ياخذها يلعبها عند مين؟ عند هيثم. بينياتهم معروفة ملعوبة ذكية. جول 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 للأسود، جول للأسود. تيكي تاكا تيكي تاكا، اللعبة داخل منطقة الستة ياردة. مين وراها؟ بوتبوس بشكل خاص ومخصوص لهذه الرحلة، رحلة الصعود. مودو بارو يسجل أول أهداف الأهلي. شوف 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 النقلة. هشام فين؟ في العمق، في العمق العرباوي. لعب كرة بالراس بوتبوس. قلت لك بينياتهم خطيرة، بينياتهم خطيرة. شوف لعب له، ما تفلسف فيها. لعب لمين؟ لهيثم. بينية بالكعب على طول. مودو بارو على طول لعب له كرة جول. مودو بارو لعب له كرة على طول جول. سجل أول أهداف الأهلي. بالعربي ممكن جول ولا الزامبي يرد بالشانس على كرة العربي. بالعربي جول، جول عرباوي. أبيلاي هداف الدوري الكويتي، يهدف مع العربي الكويتي وجاي يهدف في الدوري السعودي. هدفها مع العربي السعودي في لقطة خطأ من الأخطاء الـ 12 تكبة إربيعي، وسجلها بلاي. فرصة لا تأتي كل يوم ليسجل اسمه في مرمى الأهلي. أبيلاي يرد 1-1. عربي وقصته في مباراة الذهاب للخلف عند أندوي، أمامية لأبلاي، خطير الكرة ملعوبة. جول 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 عرباوي. فارس عنيزة يحتاج له العنيزة. جابها الجول. فريق مجنون. هذا حرام ما يكون في دوري روشن الموسم المقبل، السنوات جاية. بالعربي هذولي ما عندهم ترجمة إلا الأهداف. بالعربي جول 1-2 سجلها. شوف. النخلي أخذ له كورة، صوب حمد دوس. لا، مش معقول. شو لعب في العمق هنا أبيلاي، تركها ولعبها والنخلي صوب على طول جول. واحد يسجله والثاني يسجله الأول.